نرحب بضيفنا الأول في هذه الساعة الأستاذ يونس الزهير، وهو صحفي الآن في إقليم شيشاوة. سيد الزهير مساء الخير. إقليم شيشاوة نذكر دائما بأنه أحد الأقاليم الأكثر تضررا جراء هذا الزلزال. لو تقرب لنا الصورة حول جهود الإغاثة، هل هناك ما تزال آمال في العثور على ناجين تحت الركام، وحالة من هدمت بيوتهم ويقيمون الأيام الماضية في العراء؟ مرحبا سيدي، حدثتكم الأمس من إقليم شيشاوة، والآن أحدثكم من إقليم الحوز. أنت الآن في إقليم الحوز؟ نعم نعم، أنا اليوم في إقليم الحوز، زرت عدد من الدواوير ومن المناطق المتضررة من الزلزال، التقيت بعدد من المنكوبين. صراحة عمليات الإنقاذ في مجموعة من الدواوير انتهت، بحكم أن جميع الساكنة أكدوا أن أهليهم قد تم إنقاذهم أو تم انتشالهم. مجموعة من الدواوير الأخرى في أعالي الجبال ما زالت فيها العمليات الإنقاذ مستمرة، نظرا لأن الوضعية هناك معقدة جدا، ولأن الخسائر فيها والدمار كان كبيرا جدا، المشاهد مؤثرة جدا، ولكن الجهود والتكافل والتراحم والتآزر بين المغاربة يخفف شيئا ما عن يعني عن المنكوبين وعن المتضررين وقع الأزمة. حتى أن عمليات الإمداد بالغذاء، يمكن أن أقول أن معظم إن لم يكن الكل قد توصل الآن بالحاجيات الأساسية من المواد الأساسية التي يحتاجها للغذاء والتنظيف، حتى تنصيب يعني نصب الخيام. معظم المناطق وصلت خيام، إما خيام المتطوعين أو خيام على الوقاية المدنية أو خيام القوات المسلحة الملكية. هناك مجهودات كبيرة، أعتقد أن الوضع يمكن أن نبدأ في التغلب عليه في غضون 24 ساعة 48 ثلاثة أيام على أبعد تقدير، لنبدأ يعني خطوة جديدة نحو إعادة الإعمار، نحو التفكير في المستقبل. أكثر شيء أنا أخشى في هذا الوقت أن هذه الهبة الكبيرة وهذا الدعم الكبير أن ينتهي بعد أسبوع أو أسبوعين، ثم نعود إلى أزمة مجاعة وأزمة غذاء وأزمة أخرى بعد هذه المدة. أكيد أن عمليات إعادة التعمير تتطلب وقت وتتطلب جهد وتتطلب تخطيط أولا، ثم وقت كبير من أجل التنفيذ. يعني أن هذه الهبة وهذا الدعم اليوم نحتاج أن ننسقه، أن نوحده، أن نؤطره، أن ننظمه، كي يبقى مستمرا إلى غاية عودة هؤلاء الناس إلى نشاطهم وإلى حياتهم. طيب يعني ربما النقطة الأولى، ربما النقطة الأولى زميلي العزيز سيد زهير، النقطة الأولى هو إحصاء دقيق لأعداد البيوت التي دمرت بالكامل أو دمرت جزئيا أو تضررت. يعني مثل هذه الإحصائيات هل هي الآن متوفرة لدى الجهات المعنية في كل أماكن التي ضربها الزلزال، أم لا تزال هذه الأرقام إلى حد الآن غائبة؟ ما دامت الجهات الرسمية لم تخرج بعد بأي تصريح رسمي، لا يمكن أن نتحدث هل تتوفر أم لا تتوفر. ولكن ما شاهدته في الميدان أن في كل مكان إلا والسلطة قد اطلعت على الوضع ولها إحصائياتها. نعرف أن السلطة لها الإحصائيات من قبل حول العدد يعني المنازل في الدواوير والساكنة، يسهل عليها أن تنجز عمليات الإحصاء. اليوم ليس التحدي في الإحصاء، التحدي في استمرار الدعم والمواكبة والإمداد إلى غاية إعادة الإعمار وإلى غاية عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية. عندنا تحديات أخرى يجب أن ننتبه لها وأن يعني أن نوحد فيها الجهود ونقوي فيها، هو الدعم النفسي والدعم الاجتماعي، هو حالة الأطفال الذين رأوا هذه المأساة وعاشوها، الأطفال الأيتام، الأطفال المفزوعين، حالة الخروج من الأزمة النفسية، أزمة ما بعد الصدمة. كذلك نحتاج أن نلتفت في الإمدادات والإعانات إلى أدوات الترفيه والرسم والتعليم، إلى حالة المدارس، إلى يعني عندنا أجيال اليوم يجب أن نهتم بها، عندنا أطفال صغار يجب أن نلتفت إليهم. يعني يجب أن على ذكر المساعدات الدولية سيد الزهير، هل فاجأتكم ربما بعض الأرقام هناك المتواضعة، مثل الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 1,000,000 يورو، الحكومة الأسترالية أيضا قررت تقديم 1,000,000 دولار أمريكي؟ يعني هذه الأرقام أمام هذا الزلزال المرعب والواسع، يعني ماذا تغير من المشهد؟ صراحة
في الوقت الحالي لا ننشغل أبدا بما هو في الخارج، ننشغل بجهودنا بقدراتنا بإمداد الدعم أولا لهؤلاء الناس، بعد ذلك سيكون لكل مقام مقال. المغرب له شركاؤه، له حلفاؤه، حتى أن المغرب لم يرد منذ البداية أن ينفتح على جميع أنواع الدعم والمساعدة، أراد أن يكون يعني إنسانيا حتى في طلبه للدعم الإنساني، أن يقتصر فقط على الأشياء التي له فيها حاجة والتي ستكون مفيدة يعني طيب. للمنكوبين وللمتألمين. طيب جميل. في المستقبل يمكن أن نتكلم عن هذه الأرقام وأن نحصيها. طيب الآن 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 نحن نعم نحن نعم. الآن على أبواب الشتاء، يعني فصل الخريف داهمنا والشتاء مقبل بالتأكيد، الفصل يعني سيزداد برودة شيئا فشيئا. أنت اطلعت على أقليم الحوز وهو يعني الإقليم ربما الأكثر تضررا، وتابعت ربما العديد من الأسر التي تقيم الآن في عراء أو في خيمة متواضعة، هل يمكن وهي مناطق مرتفعة جبلية وتشتد فيها درجة البرودة كما نعلم، هل يمكن لهذه الأسر أن تقضي الشتاء في هذه الخيام المتواضعة، أم هناك أمل لبناء سريع لهذه البيوت؟ الجهود الآن كما قلت هي جهود الدعم الاستعجالي اليوم، هذه الخيام وهذه الوضعية لا يمكن أن تطول أبدا، والظروف الشتاء القارص والثلج الذي قد يتجاوز في المنطقة التي أتواجد فيها أنا الآن على علو 1600 متر، الثلج يتجاوز النصف المتر والمتر والمتر ونصف في بعض الأحيان، يعني لا تفي معه الخيام أبدا ولا تلبي الغرض ولا تحفظ شروط الكرامة الإنسانية. لكن اليوم على الأقل لدينا خيام تحفظ الناس من البرد من العراء، في أفق أن تكون هناك جهود أخرى وعمليات أخرى ومستوى آخر من الدعم. طيب أنت تحدثت سيد الزهير وهنا أختم معك. نعم أنت لا شك تحدثت مع الأسر هناك، يعني العائلات التي كتب لها النجاة ووقفت على احتياجاتها، يعني البعض منهم بالتأكيد يعني قدم شكواه أمامك ومطالبه، يعني ما هو المطلب المتكرر من أسرة إلى أخرى بين كل هؤلاء؟ بين كل هؤلاء وكل المناطق الهشة في المغرب سواء التي تضررت أو التي لم تتضرر من هذا الزلزال، المطلب هو الحياة الكريمة، هو تعبيد الطرق، هو الدعم الاجتماعي، هو المواصلات، هو الغذاء، هو فك العزلة في أيام الشتاء القارصة، عندنا دواوير إذا سقط الثلج قد تعزل عن باقي المناطق لشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر. نعم على طول المدة خلال السنوات الماضية كانت الدولة تتذكرها وتدعمها غذائيا، لكن اليوم أقول أن هذا الزلزال بقدر ما هو محنة بقدر ما هو مأساة قد يكون لنا فرصة في أن نعدل عجلة التنمية وأن نعدل البرامج التنموية وأن نعطي دفعة جديدة من أجل تنمية هذه المناطق ومن أجل صون وحفظ كرامة الإنسان في هذه المناطق. اليوم أمامنا تحديات كثيرة، يعني لا نبخس الجهود المبذولة، فعلا هناك جهد جبار لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى التطوعي، ولكن نحن في حاجة إلى تأطير وترشيد وتقوية وتطوير وتجويد هذه الجهود، ولا بد من الإسراع والتعجيل في هذا الأمر في القريب العاجل حتى لا نعيش مأساة أخرى في عز أيام الشتاء. شكرا لك يونس الزهير الصحفي، كنت معنا من إقليم الحوز بعدما كنت في إقليم شيشاوة قبل ذلك، شكرا لك.